انا طبعا قتلت اولادي الثلاثة، ومش مش سهل طبعا ان انا اقتل اولادي الثلاثة، ولكن قتلت اولادي الثلاثة لكي يعلموا الناس انه في ذو بأس شديد سوف يقتلون، فانا لهم النظير المبين، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ايه؟ اكثر الناس لا يعلمون ايه؟ لا يعلمون باني النظير المبين لهم. انت نظير. لأنذر لقوم ما أنذر آباءهم فهم غافلون. حضرتك يوحى إليها من رب العالمين أن أي حاجة بتطير في الجو بحس بيها، لو حشرة ماشية على الأرض بحس بيها. تمام؟ دي حاجة من عند ربنا. دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. حسيت يعني أنت بتحس بأي حاجة، حسيت أي بقى حاجة. بإيه عشان تقتل ولادك؟ أنا قتلت أولادي لكي يكون رأي عام، لكي يعلموا الناس لماذا قتلت أولادي. لماذا؟ لكي يعلموا بأن ذو بأس شديد سيقتلون. مين اللي سيقتلون؟ أولادك سيقتلون؟ مش أولادي، أولادي قتلوا. حلو. تمام؟ أنا بتكلم على البلد. هيقتلون ليه؟ حضرتك في غزو. انما انت عشان يعني تحس بحاجه طايره في الجو ولا حاجه ماشيه على الارض تقتل اولادك، ده حاجه حلوه ان انت تقابل بيها ربنا؟ لا طبعا. طب ما انت عارف هو قتلت اولادك ليه؟ ما انا قلت لحضرتك انا قتلت اولادي لكي انذر ذو بأس شديد. ده غزو. غزو؟ ايوه. مين اللي هيغزو؟ الروم. الروم؟ ايوه. هيغزو مين؟ هيغزو ايه؟ منطقة ايه اللي هيغزوها؟ مصر. ليه؟ ليه حضرتك؟ لو مصر ليه؟ لو نظرنا للتاريخ، تمام؟ ما علينا من التاريخ، ننظر لكتاب الله سبحانه وتعالى، ننظر إلى آية الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هزمت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طيب ايه علاقة الروم بان انت تقتل اولادك؟ انا قتلت اولادي لكي يعلم الناس لماذا قتلت اولادي. قتلتهم عشان الروم هيغزو مصر. معلش واحدة واحدة فاهمني. ايوه. طب يعني تقتلهم انت من بدري ليه؟ طب ما تصبر لما الروم يجوا ويحصل اللي يحصل، مش يمكن لما الروم يجوا ما يقتلوش حد؟ مين قال لحضرتك كده؟ طب ما صبرتش ليه يعني؟ ما اقدرش ان انا اصبر حضرتك. ليه؟ لازم انا اعلم الناس وتعلمهم عن طريق اولادك. عن طريق تقتل ضناك يا راجل؟ تقتل اولادي؟ اقتل اولادي؟ ربنا يسامحني سبحانه وتعالى، ولكن كي البلد لا تقتل البلد. وانت متخيل ان انت بعد ما قتلت اولادك ربنا هيسامحك؟ دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انا مش مصدقك. مش مصدقاني؟ خلاص براحتك، تصدقي براحتك، ما تصدقيش براحتك. طب ما تقنعني. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. مش عاوز اقتل مراتي. وانا اقتل مراتي ليه؟ طب اشمعنى؟ طب وهي مراتك الروم مش هيغزوها هم؟ هي كمان هيغزو البلد كلها، مش مراتي وبس، كل البلد هتغزى. حلو. قتلتهم ازاي؟ احكي. قتلتهم حضرتك؟ قتلت اسلام وياسمين وعبد الرحمن. ازاي؟ بالسيف. احكي. احكي لحضرتك. تمام. رحت مطلع السيف ورحت مجهزه ورحت داخل قاتل الاسلام، بعد كده رحت قاتل ياسمين، بعد كده رحت قاتل عبد الرحمن. قتلت الثلاثه قدام بعض. قدام بعض. ما حدش فيهم يعني استعطفك ولا قال لك يا بابا ولا اي كلمه اثرت فيك ولا خليتك تتراجع ان انت تتخلى عن ضناك؟ في بنت ياسمين قالت لي ما تقتلنيش يا بابا، انا قلت لها طبعا انها مش هقتلك، ولكن قتلتها. ما صعبتش عليك؟ صعبت عليا؟ وفي حد ما يصعبش عليه ده؟ طب ما تراجعتش ليه؟ لن اتراجع، ولا كنت عمري حتى افكر ان يتخربشوا خربوش لانهم اولادي. كانت ظروفك الماديه كويسه؟ الحمد لله رب العالمين. القليل عند الله الكثير، يعني اللي كان موجود ما بماشي نفسي بيه الحمد لله. جبت القوة دي منين؟ وجبت الجمود والبرود ده منين ان انت تمسك سيف وتمسك عيالك كده واحد واحد قدام عينيك تقتلهم؟ جمود طبعا. ازاي قدرت تمسك السيف؟ ازاي؟
تعالى بس. لا هسيبني ربنا سبحانه وتعالى، انت مش هتحاسبيني عشان انت هتقولي لي برود ومش برود. لا انا مش هحاسبك، انا عايزه اعرف ازاي جالك قلب تقتل عيل من عيالك. والله لا يحاسبني ربنا سبحانه وتعالى. انا عارف، اقعد كمل كلامك. لا انا خلاص مش هكمل. ايه الصوره اللي فيها اللي دي؟ صوره اولادي. ايه اهم صورهم. مش هيوحشوك؟ طبعا ازاي مش هيوحشوني. طبعا هيوحشوني. حاسس بايه من جواك؟ حاسس بندم، بندم ان انا قتلتهم، ولكن قتلتهم لكي يعلم الله ماذا انا قتلتهم. في ناس في الشارع عندك قالوا ان انت كنت ساعات بتشرب حاجات او بتاخد حاجات، ده حقيقي؟ حاجات زي ايه حضرتك؟ بانجو مثلا. او ايوه بشرب بانجو. انا هكذب عليك واقول لك لا بشرب اعشاب، اعشاب طبيعيه. البانجو اعشاب طبيعيه؟ ايوه. بيفيدك بايه؟ ما يفيدنيش بحاجة. تلات اخوات، يا التلاتة يبقوا موجودين يا اما التلاتة ما يبقوش موجودين. انما هقتل واحد منهم وهسيب اتنين مش هينفع طبعا. ليه؟ ما ينفعش، هتبقى في حاجة ناقصة. الواحد زي التلاتة. انت متوقع ايه العقوبة اللي ممكن تسري عليه؟ الله اعلم. تتوقع ايه؟ الله اعلم. هتتقبل اي عقوبة عادي؟ هتقبل اي حاجة. حتى لو كانت اعدام؟ اي حاجة هتقبلها ان شاء الله.